والفنون. قبل أن أرحب ب حراز حكيم الحجاز، حاجيتكم ما جيتكم، اليوم جيت نحكي لكم على حكاية صرات في زمان ومكان قديم. كانت مدينة اسمها الأندلسية، وكما فهمتوا كان عايش فيها عشيق. عشيق كان بنادم محبوب عند ناس المدينة، وكان يحب عويشة. تعبنا فيه بزاف، فيه تقليل خمس داج، درنا 3 سمانات برك، حبنا نديرو حاجة تجيب